أهلا. خرج حفيظ الدراجي مجددا وسقط في أول درج من السلم. رفع الدراجي قلمه وخط على جريدة القدس العربي أن هناك وقائع جديدة تخص الملف الذي تقدم به الاتحاد الجزائري إلى الفيفا بخصوص ما اعتبره وهذا حقه ظلما تحكيميا في مباراة منتخب بلاده أمام الكاميرون في مباراة السد المؤدية لمونديال قطر 2022. الدراجي قال فيما يشبه الفتح العظيم أن هناك وثائق تقدم بها الاتحاد الجزائري إلى لجنة التحكيم في الفيفا تشير إلى أن حكم المباراة قسمة سافر إلى الجزائر عبر دكار والرباط وتونس ثم الجزائر. وحسب الدراجي أنه التقى بوسطاء بينه وبين سامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني عوض أن يلتحق مباشرة من غابيا عبر باريس أو إسطنبول من دون الحاجة إلى المرور عبر الخطوط المغربية التي لا تربطها خطوط مباشرة بالجزائر منذ إغلاق المجال الجوي قبل 6 أشهر من الآن. وأضاف أن هذا يؤكد وجود مؤامرة متعددة الأطراف وباقي الإعلاميين قالوا بأن المغرب واحد من هذه الأطراف. عندما تقرأ لإعلامي له صيد دائع يرتكز على هكذا معطيات من أجل تنويم إضافي للشارع الجزائري يصيبك نوع من الارتجاج. كيف ذلك؟ لنبدأ بمسار رحلة قسمة إلى الجزائر. تم اعتبار أن توقفه بالدار البيضاء لمدة 2 ساعة هو إشارة إلى توطؤ المغرب ضد الجزائر، علما يا دراجي أن الحكم ليس هو من يختار مسار رحلته بل الفيفا هي التي تحجز تذاكر سفره وتحدد له مسار الرحلة، ولا دخل للحكم في ذلك ولا حتى للكاف بما أن الأمر يتعلق بتصفيات كأس العالم وليس كأس إفريقيا. وبالتالي فالتشكيك في مسار الرحلة هو تشكيك في الفيفا نفسها التي تقدم إلى الاتحاد الجزائري بشكوى. والأدهى، كيف يعقل أن تغفل هذا الأمر وأنت صاحب البعد الطويل في الممارسة الإعلامية؟ دراجي قال كما ردد إعلاميون في البرامج والجرائد الجزائرية أنه كان من المفترض أن يسافر قسمة عبر باريس أو إسطنبول، وهنا مجددا يصاب المرء بالدوار. وهذا سؤال مباشر للدراجي، هل ستختار في رحلتك من الجزائر إلى الدوحة المرور عبر ستوكهولم شمال أوروبا أو المرور عبر مطار القاهرة؟ الدراجي ومن معه يريدون من قسمة أن يقطع أميالا إضافية شمالا إلى باريس أو شرقا إلى إسطنبول والعودة إلى الجزائر فقط من أجل أن لا يمر على المغرب ومن أجل أن لا يكون المغرب متورطا فيما حصل للجزائر أمام الكاميرون، وهو ما يعكس بشكل دقيق المثل المغربي قال لي فين ودنك؟ قال لي ها هي. ولمعلومة الدراجي، في إفريقيا برمتها هناك 3 محطات أي إسكال لتغيير الطائرة لا غير، تعتمدها الكاف والفيفا بحكم كونها محطات مواتية لتغيير الطائرة وقدرة الخطوط الجوية بذلك البلد على تغطية جزء كبير من الأجواء الإفريقية. هذه المحطات هي 3 كما قلت، إثيوبيا، كينيا والمغرب فقط. ولو كان الخطوط الجوية الجزائرية خط مباشر بين بانغول عاصمة غامبيا لتم الحجز على هذه الرحلة. ولو كانت الفيفا ترغب في أن يستقل قسمة الخطوط الجوية الجزائرية من داكار عاصمة السنغال صوب الجزائر لفعلت. أما تفضيلها للخطوط المغربية فربما باعتبارها واحدة من أفضل الشركات في إفريقيا وأيضا نظرا لقدرتها على تغطية أجواء غرب ووسط إفريقيا برحلات متعددة، إلى درجة أنه ما عليك سوى التمعن في جنسية الركاب المتوجهين من مطارات إسبانيا وفرنسا لتعرف أن أغلبهم يتوجه صوب الدار البيضاء قبل التوجه إلى وجهته بإحدى دول إفريقيا على الخطوط المغربية. وللإشارة فقط ولمعلوماتك، فقسم كان مفروضا عليه المرور بتونس أولا قبل الحلول بالجزائر، وذلك من أجل حضور اجتماع للحكام بالعاصمة التونسية بدعوة من الكاف. صراحة أعجبت ببعض العقلاء بالجزائر وهم يتحدثون بالمنطق على أن مباراة الجزائر والكاميرون لن تعرف طريقها صوب الإعادة، فليست هناك قوة بإمكانها الدفع في هذا الاتجاه إلا في حالة وجود تلاعب في النتيجة لأغراض غير رياضية كما حصل في مباراة جنوب إفريقيا والسنغال في تصفيات كأس العالم 2018، أو حدود طارئ كما حصل في مباراة مصر وزيمبابوي في تصفيات كأس العالم 1994، أو وهذه المهمة وجود سوء تطبيق الحكم للقانون وليس سوء تقدير منه لحالة معينة. غير ذلك فليس هناك قوة في العالم بإمكان إعادة المباراة، فحتى والعالم يتابع مباشرة وبالصورة الواضحة دفع الفرنسي تيغي أونغي للكرة بيده في مباراة السد بين فرنسا وإيرلندا الشمالية سنة 2009 وحرمان الإيرلندي من التأهل وسط امتعاض شديد من الرأي العام الدولي، فإن أقصى ما تم فعله هو المصادقة على تأهل فرنسا وتقديم الفيفا لاعتذارها إلى إيرلندا الشمالية مصحوبا بشيك مالي قدره 500 ألف أورو
وفي الحالة القصوى يتم معاقبة حكم مباراة بالتوقيف الجزئي أو مدى الحياة. هناك فرق بين المطالبة بحق المشروع وبين الدخول في مهاترات مسعورة تحوي انتباه الرأي العام الداخلي عن قضايا الأساسية، أو حتى محاولة تبرير إقصاء ليس هو الأول أو الأخير الذي شهدته المنتخبات كانت أقرب بدورها إلى التأهل. أما تعليق كل شيء على حكم مباراة فذلك ربما لا يليق بمنتخب كبير من حجم الجزائر. كنا نتمنى كمغرب أن يكون حاضرا في قطر، خصوصا أنه الكاف عينت نفس الحكم في عصبة الأبطال ضمن حكام الفار، ومن المرتقب أن يكون حاضرا هذا ذلك الحكم في نصف نهائي عصبة الأبطال، وهو أحد المرشحين لحضور مونديال قطر شهر نوفمبر المقبل. أما حشر المغرب في مصائب الغير فهي محاولة يائسة من نظام أصبحت هوايته إلصاق كل إخفاقته بالمغرب، من تقرير الأمم المتحدة حول وضع جماعي بالجزائر إلى تفريط منتخب الخضر في الفوز توان قبل نهاية المباراة. طاب يومكم.